صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر، كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب. القرآن الكريم كلام الله تعالى الذي هو أولى ما تصرف إليه الهمم العوالي، وأجل ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأهل القرآن لا يشقى لهم جليس، فأحببنا أن نجالسهم ونتعرف عليهم. أنا السيد ابن عمر أحمد حمد السيد بلولة بين قوسين السيد البلولة، هذا هو الاسم المشهور في البلد واسم العائلة. عندما وصلت عمر 7 سنة مشيت المدرسة، المدرسة اللي هي المدرسة الأساسية أو الابتدائية، مدرسة حمدان اللي هي القرية التي ولدت فيها. قريت من الصف الأول لغاية الصف الثالث، بعد ذلك جاتني الرغبة إنه أمشي الخلوة، فقلت لأبوي يا أخي أنا دار أمشي الخلوة. وأبوي وافق ومشيت الخلوة، فلما مشيت الخلوة لقيت الخلوة شوية كده صعبة شوية كده، جاتني الرغبة إنه أجلي أرجع المدرسة. فقام أبوي قال لي ما في كلام زي ده، أنت اخترت الخلوة خلاص، اخترت الخلوة، رحلة تاني ده طريق أنت مسكته، إحنا تاني ما حنرجعك منه. فالحمد لله بعد تعب وجيت راجع زي ما يقولوا. طبعا نحن صراحة قرينا في ظروف شوية صعبة، الآن الخلاوي شوية نوعا ما ظروفه بقت تمام، لكن احنا قرينا في ظروف صعبة جدا. المهم انا لما انضغطت وقلت لأبوي دار ارجع المدرسة، فأبوي قال لي ما في طريقة تواصل، ولأن هو كان من حفظة كتاب الله عز وجل في القرية، وحتى انه سبحان الله قام أداني وصية، وصية صراحة كانت كبيرة علي، لكنها وصية لها قيمة عندي، لأنه أنا لو مشيت الخلوة بجيت أتزعزع من الدراسة، وناس البلد طبعا بقول لك فلان ده جاته عوارض، طبعا زول من يجي أقرب تحصل لك عوارض. ف أبوي وهو الذي درسني، يعني أنا قبل لما مشيت الخلوة، طبعا معروف في الخلوة لما تمشي بتبدأ من البداية، بتبدأ من الحروف، وبعد ذاك بعد الحروف تنتقل للصور. فالحمد لله أنا لما مشيت الخلوة ما بديت من الحروف، بديت من الصور طوالي، لأن المرحلة دي تجاوزتها أنا قريت الحروف في بيتنا. عشان كده الواحد يترحم على الوالد، أسأل الله عز وجل أن يجمعني به في الجنة، لأنه هو السبب في وجودنا في هذه الحياة، وهو السبب الخلانا نقرأ القرآن ده.
وحتى إنه هو كان حريص على إنه الإنسان يسير في الدرب ده، وكان يشدد علينا بالذات مسألة الصلاة والقرآن. وأنا لما نجي من الخلوة وجل الحلة فهو طوالي بيقول لي، طبعا زول لما نجي راجع الحلة بيلقى الشباب ونداته داري يلعب يفرق شوية، فهو ما كان بدينا الفرصة دي، وخلينا بس لازم يكون نقرا طوالي، نكون مواصلين في عشان ما يتفلت القرآن احنا جينا به ما يتفلت. فهذه هي دي البداية، يعني احنا بدينا في الخلوة اللي هي خلوة خرسي، وخرسي دي للناس اللي ما بعرفوها هي بتقع في ولاية شمال كردفان في محلية بارة، قرية صغيرة تبعد من بارة اللي هي مسافة يعني 20 كيلو أو أقل يعني بالعربية 10 دقائق من بارة. فدي الحلة أو القرية اللي فيها الخلوة اللي احنا قرينا فيها وبدينا فيها القرآن. الفترة اللي قضيناها أو اللي قضيتها أنا في الخلوة فترة طويلة، لكن ما كلها كنا قاعدين نقرأ قراءة متواصلة، لكن بالضبط يعني 4 سنة، يعني 4 سنة الواحد أكمل وختم في 4 سنة. العزيمة والالتزام والمواظبة مع العمل بوصية المعلم والشيخ طريق إلى قمم الفلاح. نحن عندنا شيخنا بيقول لك القرآن ده تقرب الليل بالنهار بتلقاه، وصراحة زمان في الخلوة أو في المعهد المراجعة كانت الواحد يوميا بيقرأ 7، اللي هو المراجعة اليومية الواحد بيقرأ 7 يوميا عشان القرآن وده ما يتفلت. لكن في الخرطوم وفي العاصمة بعد ما جينا العاصمة صراحة المراجعة بقت صعبة، وأنا الآن بفضل الله بقرأ في الصلوات، يعني بقرأ دي برضو يعني استفدت منها كثير، يعني في حلقات الآن منتشرة في الخرطوم واحد برضو ينتظم فيها حلقات، يعني كل سبت بنقرأ فيها ربع مجموعة من الحفظة بنقرأ ربع كامل رأسيا، دي برضو واحدة من الحلقات اللي بتثبت القرآن. وإحنا عندنا زمان شيخنا يقول لك القرآن ده بيبدأ من البقرة بيجي في سورة، يعني لما نجي في النساء بقول لك سورة النساء القرآن قسى في صور كده معينة، صور صعبة خلاص يعني واحد ما يقدر يمشي فيها زي الصور العادية. يقول لك الأنعام بحر الظلام، يا الأنعام ما بحر الظلام، لكن طبعا دي تسميات مصطلحات بيسموها الحفظة، ولو يعجل في وسط الناس يخجل، ولا تصلي سجم الطالع ورماد المدلي، قد مكر التور الذكر منيبين غلف فكينا وللذين، يعني دي لحان وصور واحد ما بمر بها كده إلا ينعصر فيها. أنا بتذكر للذين ده انجلدت فيه جلد حارة خلاص، لأنه لوح صعب وما حنساه، ما بنساه أصلا لأنه أخذنا لنا فيه علقة مانع كده. فصراحة القرآن بالذات في الخرطوم هنا يعني صعب إنه مراجعته مع مشاكل الحياة ونحن خشينا فيه. أمنيات تمناها أن تتحقق، أن يرجع من محراب الإمامة إلى صفوف المأمومين. في شيوخ في السودان، في شيوخ برا السودان، يعني أنا شيخي القريض عليه وأتمنى أصلي وراه، وكذلك واحد يتمنى
يصلي وراء الشيخ محمد عبد الكريم. صراحة زول بيستمتع بتلاوته وقراءته، بيستفيد منها. شيخنا السيد ابن عمر، شيخ يعني سيد اسمه على مسمى، يعني وهو من الخريجين الأوائل بخلوة خرسي، وعندما يتحدث قبل قراءته تشعر بالفخر والاعتزاز إنه هذا الشخص ينتمي لك وأنت تنتمي له. فبالنسبة لي هو الحصري، بالنسبة لي هو المدرسة الجميلة في التلاوة المتأنية والمخارج المكتملة يعني. وأتمنى إنه يعني نكون محظوظين ونحظى بأكثر من شيخ سيد ابن عمر، وله التحية من هنا وهو في مسجده في شارع 60، ويا حظ سكان الكويت وطقاطع جوبة بشيخ سيد ابن عمر في مسجد الفتح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. إنه خير الكلام على الإطلاق كلام الله تعالى، ولكن هناك سور تأسر قلب شيخنا ولها عنده مكانة خاصة. طبعا هو القرآن كله عظيم، وأعظم آية فيه سورة آية الكرسي، لكن أنا دائما بحب أقرأ سورة الفرقان، محببة لنفسي يعني، وسورة مريم برضو سورة محببة لي صراحة، وأواخر سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وكذلك في الأجزاء تحت سورة الرحمن وسورة الإنسان، من سورة الواحد يعني محببة الواحد بلقاها سهلة في لسانه وفي تجري عليه. لكن طبعا ده ما بين في إنه عظمة القرآن كله، إن الإنسان لو قرأ حرف واحد من القرآن اللي هو كله يعني القرآن عظيم، لكن دي صور ودي آيات واحد بيجد فيها نفسه مرات يعني بيلقى فيها نفسه شيء. دائما ما يأخذنا الحنين إلى أيام مضت وأصدقاء لم تفارقنا ذكرهم، كلهم زملاء ما بيتنسوا. أنا بتذكر في الخلوة زول كان صديقي في الخلوة اللي هو الشيخ عبد الرافع فرح، هو الآن شيخ كبير في الرميلة ماسك الخلوة بتاعت الشيخ المكرم ده، يعني كان زميل بالنسبة لي يعني. القائمة طويلة جدا، لكن احنا ماذا ديل يعني زي ما يقولوا ذكرنا نموذج بس، فديل زملاء ما تقدر تنساهم وسطك يعني، ديل درسنا معاهم في الخلوة وخشينا معاهم يعني، كانت معاهم يعني معانا صولات الجولات الخلوة يعني، صراحة زملاء يعني واحد ما يقدر ينساهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير، وأي خير أعظم من كلام الله تعالى. واحد كنت بدرسه بحفظه، بعدين هو أظنه هو زول كبير شوية كده، بدرسه بحفظه، بعدين هو داري يتزوج وأيام العرس حقته قربت، فبتذكر هو بيقرأ في سورة البقرة في آية اسمها
في آية بتقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فهو ظن زواجه وعرفت باقي له زي أسبوع أو باقي له شهر، فهو بيقرب يسمع لي بيقول لي ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ النكاح أجله. بقول له يا حبيبي النكاح ده لسه زمنه ما جاء، فالآية بتقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فهو كل ما يجي يقرأ الآية دي يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ النكاح أجله. فهو لأنه خدت باله في الله في العرس وفي الزواج، فطوالي بيجيوا مسألة النكاح دي. فدي واحدة من الطرائف الواحد بيتمر عليه وإنه بدرس الناس ويتمر عليه حاجات كثيرة يعني. الشيخ السيد ابن عمر، حياة مليئة بحب كتاب الله. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعرف أكثر عن حياته. في أمان الله. صدى المحراب يا سرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر، كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب